طيب خلينا نذكر بس انه في لاعب جديد اضيف للمنتخب السعودي، في اكثر من لاعب جديد على المنتخب طبعا وبنسال عنهم، ولكن فارس عبدي اللاعب القادم من امريكا وهو الان في الطياره في طريقه الى الرياض حيث سينضم الى المعسكر، وهو لاعب يلعب في خط الوسط مع المنتخب مع المنتخب الامريكي الشاب تحت 18 سنه، وكذلك هو لاعب في فريق جامعة فرجينيا في دوري المجموعة في دوري الجامعات في أمريكا هناك. الأصل في أمريكا دائما في جميع الألعاب هو دوريات الجامعات، بالإضافة يوجد دوري محترفين. نعم هنا لعب حتى الآن 9 مباريات، سجل أهدافا 9 وصنع هدفين في دوري الجامعات، وهو يلعب في جامعة في فريق جامعة فرجينيا. فنان